طلاب الصف الثاني الثانوي علمي وأدبي، إن شاء الله ناخد مع بعض some of n terms of arithmetic sequence. مبدئيا كده تعالى لو أنا عندي sequence زي دي كده 5 10 15 20، وجيت قلت لك عايز الـ sum بتاع الـ sequence دي، هتقول لي هعمل 5 بلس 10 بلس 15 بلس 20، تمام مظبوط، بس الكلام ده ياخد وقت كبير قوي. دلوقتي الصم في الارثماتيك سيكونس، لو عندك ارثماتيك سيكونس وعايز تجمع اي عدد ترمات جوه، تقدر تشتغل بالقانون الاولاني ده اللي هو الاس ان ايكوال ان اوفر 2 اي بلس ال. ايه الان دي؟ الان دي نمبر اوف ترمز اللي هجمعها، عدد الترمات اللي عندي هجمعها، تمام. ايه الاي ده؟ عشان ده خطأ شائع دايما بنقع فيه، الاي ده مش اول ترم عندك في السيكونس. يعني انا مثلا لو هاجي اجمع اول 3 ترم، فالاي عندي تبقى اول ترم هجمع من عنده، تمام، والال اخر ترم هقف عنده، اخر ترم هقف عنده في العدد، تمام. ده اول قانون عندي. يبقى انا لو معايا اي وان وال اقدر اجيب على طول الصم بالقانون ده. طب سي مثلا معايا اي ودي وان، معيش ال، اعمل ايه؟ اشتغل بالقانون التاني ده اللي هو n over 2 2a plus n minus 1 d. والقانون ده جه منين؟ حضرتك كنت فاكر ان ال ده كان هو tn، اللاست تيرم هو tn general term، اقدر اشيل ال واكتب القانون بتاع tn اللي هو a plus n minus 1 d. a plus a يديني 2a plus n minus 1 d، يديك القانون التاني ده. يبقى انا عندي قانونين معايا ان و اي و ال، هشتغل بالفيرست لو، معايا ان و اي و دي هشتغل بالسكند لو. تعال نشوف بقى طريقه الاسئله بتيجي ازاي. هل زي ده كده بيقول لك find the sum of arithmetic series 2 و 5 و 8 و 62؟ عايز السم بتاعت الارثماتيك سيريز دي. مبدئيا كده حضرتك معاك الاي، هو عايز عددها كله، فالاي عندي يبقى اول ترم والال اخر ترم، مظبوط. يبقى انا معايا الاي ب2 ومعايا الال ب62، في حاجه ناقصه عشان اجيب القانون الاولاني عشان اشتغل بيه. ايه هو اللي ناقص؟ الان. طب اجيب الان ازاي؟ حضرتك كنت واخد التي ان ايكوال الال، صح؟ مظبوط. يعني اخر ترم عندي اللي هو 62 هو تي ان، والتي ان القانون بتاعه كان a بلس n ماينس 1 دي ايكوال تي ان اللي هو 62. ال a عندي بكام؟ ال a عندي ب 2، n ماينس 1 معرفهاش، ما ده اللي انا هجيبه. طب الدي، الدي حضرتك كنا بنقول اي ترمين ورا بعض التاني ناقص الاولاني، ف 5 ماينس 2 يديني 3 equal 62، دخل ال 3 على البراكت فيديني 2 بلس 3n minus 3 equal 62، 2 minus 3 يديني negative 1، ودي negative 1 السايد التاني فيبقى 3n equal 63. divided 3 لل both sides تلاقي ال n بتاعتك ب 21. يبقى انا جبت ال n ب 21، معايا ال n، معايا ال a، معايا ال l، اشتغل بأول قانون. عايز تجيب الصم بتاع السيريز دي، يبقى ال S 21 equal N اللي هي 21 over 2 multiply ال A اللي هي 2 plus ال L اللي هي 62. حط دي على الكالكوليتر 672. يبقى هو ده الصم بتاع 21 terms. سؤال زي ده كده مديني السيريز دي وبيقول لي find the first 20 term of this series. مبدئيا حضرتك عايز تجمع 20 term، يبقى ال n بتاعتي ب 20، وال a انا هجمع منين؟ فين بدايتي؟ قال لك first 20 term، يعني هبدا من الاولاني خالص، يبقى ال a بتاعتي 5. وارجع بقى اشوف انا عندي ال l ولا عندي ال d. معاك ال l هشتغل باول قانون، معاك ال d هشتغل بتاني قانون. هنا في السيريز دي ايه اللي اقدر اجيبه بمنتهى البساطه؟ اكسلنت، اقدر اجيب الدي، اعمل ال 8 ماينس 5
فيديكي بدي، فيبقى الدي بتاعتي ب3. معاك الان والاي والدي، على طول تشتغل بالقانون التاني تجيب الصم، يبقى الاس 20 equal 20 over 2 multiply 2 multiply 5 plus n minus 1 يعني 19 multiply d اللي هي 3. حط على الكالكوليتر يديك الريزلت بتاعك على طول 670. تمام، تعال نشوف نمبر بي كده بيقول لي ايه. بيقول لي find the sum of 10 terms starting from T7. يعني حضرتك هنا بدايتك هتبقى T7، تمام، وهتعمل sum لكام ترم؟ 10. يعني ال n بتاعتي ب 10، ال a بتاعتي هنا مش ب 5، ال a بتاعتي هنا هو أول ترم هجمع من عنده. فين أول ترم؟ هو قال لك start from 7th term اللي هو T7، فأنا هروح أجيب ال T7. أجيبه إزاي؟ اتفقنا دي arithmetic sequence، أقدر أجيب بالجنرال ترم بتاعي اللي هو a plus 6d اللي هي n minus 1d. فال a عندك هنا ب 5 plus 6، ال d بكام؟ كنا لسه جايبينها من شوية ب 3، يبقى multiply 3. حط دي كده على الكالكوليتر تلاقي الأنسر بتاعك بيطلع ب 23. يبقى ال T7 بتاعتك بدايتك هنا 23، تمام؟ يبقى هنا ال A ب 23 وال N ب 10 وال D ب 3. أنهي قانون اللي هشتغل بيه؟ أنهي لو هشتغل بالسكند لو اللي هو S N N over 2 2A plus N minus 1D. ال N بتاعتي هنا ب 10، يبقى 10 over 2 تمام 2 multiply ال A اللي هي 23 plus n minus 1 10 minus 1 9 multiply ال D اللي هي 3. بحط الكلام ده على الكالكوليتور ديني 365. هنشوف كده نمبر C بيقول لي ايه. بيقول لي find the sum of the sequence terms starting from T10 up to T20. يعني حضرتك كده عايز تجمع من اول ال T10 لحد ال T20. يعني ال A بتاعتي ب T10 وال L بتاعتي ب T20، يبقى أنا كده هشتغل بأول قانون. طب ال N بكام؟ هستأذن سعادتك ال N هنا هتبقى ب 11. إيه ده، من T10 ل T20 11 ترم؟ آه، حضرتك ممكن تجيبها بكده، تعمل التاني اللي هو 20 ماينس الأولاني اللي هو 10 بلس 1 فيديك 11، او ستيب باي ستيب كده يعد من التي 10 للتي 20 تي 10 تي 11 تي 12 تي 13 اب تو تي 20 تلاقي الريزلت بتاعك عددهم 11. تمام تمام، فيبقى ال ان بتاعتي ب 11 وال A بتاعتي تي 10. طب تعرف تجيب التي 10؟ اه، دي اريثماتيك سيكونس، يعني ممكن اروح اعوض، يبقى A بلس N minus 1 دي يعني 9 دي، ال A اللي هي هنا عندي 5. انا هنا بجيب ترم مش بجيب سم، هنا بجيب ترم، فال A بتاعتي اللي هي اول ترم عادي جدا بلس 9 ملتبلاي دي، الدي بتاعتي ب 3 يبقى ملتبلاي 3. حط دي كده على الكالكوليتر تلاقيها بتديني 32. وبعد كده هروح اجيب التي 20، التي 20 يعني A بلس 19 دي، ال A اللي هي 5 بلس 19 ملتبلاي 3، تلاقي الريزلت بتاعك بيديك 62. يبقى انت كده جبت ال A اللي هو ال T10 ب 32 وجبت ال L ب 62. اجيب بقى ال S N ازاي؟ انت عايز تجيب S 11 لان ال N عندك ب 11 equal ال N اللي هو 11 over 2. ال A عندي ب 32 بلس هشتغل بال L بقى لان انا هنا معايا ال L اللي هو first low، ال L عندي ب 62. احط الكلام ده على الكالكوليتور يديك 517. كده بيقول لي find the arithmetic sequence in which T1 equal 11 TN equal 87 SN equal 980. حضرتك عشان تجيب السيكونس لازم يبقى عندك ال D عندك ال A على الأقل. ال A عندي هنا تعرفها؟ قال لي اه، ال A هي T1 اللي هي 11.
طب الدي دي اللي ما اعرفهاش، دي اللي انا هجيبها. طب اجيبها ازاي؟ قال لي حضرتك عندك الاس ان ايكوال 980، وكمون الاس ان ايكوال ان اوفر 2 a بلس ال، او ان اوفر 2 2a بلس ان ماينس 1 دي. طب اشتغل بده ولا بده؟ حضرتك هنا معاك التي ان، واتفقنا التي ان دي هي اللاست تيرم، صح؟ مظبوط. يبقى انا كده اكني معايا اللاست تيرم ومعايا الاي، فهشتغل بالقانون الاولاني اللي هو ان اوفر 2 ملتبلاي a اللي هو عندي 11 بلس ال ال اللي هو 87، ومعايا ال اس ان ب 980. يعني ممكن اشيل ال اس ان واحط 980. اشتغل بقى وهات ال ان 11 بلس 87 يديني 98 ملتبلاي ان اوفر 2، فيبقى 98 ان اوفر 2 ايكوال 980. 98 اوفر 2 يديني 49 ان equal 980. اعمل divided 49 للبوث سايد، تلاقي ال n عندك equal 20. يبقى انا كده جبت ال n. اقدر كده اجيب ال d من ال t n دي. اجيبها ازاي؟ عند حضرتك ال t n equal a plus n minus 1 d، وال t n الفاليو بتاعتها ب 87، وال a عندي ب 11 plus n minus 1 دي 20، صح؟ يبقى 20 minus 1 ب 19 دي. بس خلاص، ودي ال 11 السايد التاني، فيبقى 76 equal 19 دي. اعمل divided 19 للبوث سايدز، فيديك دي equal 4. إذا السيكونس بتاعتك أول ترم عندك 11، بعد كده هتزود 4 فيبقى 15، بعد كده تزود 4 فيبقى 19 and so on لحد ما توصل لآخر ترم عندك اللي هو 87. سؤال زي ده كده مديهولي وبيقول لي find the value of this series. مبدئيا كده حضرتك ممكن تحطها على الكالكوليتر، مظبوط، بس الكلام ده لو هو مديها لك complete او choose. لو هو مديك السؤال مقالي فلازم همشي بالستيبس. طب امشي ستيبس ازاي؟ مبدئيا كده دي arithmetic sequence. ايش عرفني؟ كنا متفقين ان ده general term بتاعنا، وده مدام الجنرال ترم وفي الفيرست ديجري، يبقى على طول من غير ما افكر الريزلت بتاعي الانسر بتاعي اريثماتيك سيكونس. تمام تمام. حضرتك هنا عشان تجيب الصم بتاع ده وهو اريثماتيك لازم يبقى عندي A و N و L او D، صح؟ مظبوط. طب الـ A عندي هنا اعرفه؟ قال لي اه، هنا بدايتي الـ R equal 5، يعني حضرتك هنا بدايتك الـ T 5، هتروح تشيل الـ R وتحط 5 فيبقى 4 multiply 5 minus 3 يديك 17، ونهايتك الـ 24، فتروح تجيب الـ value بتاعت 24 4 multiply الـ R بـ 24 minus 3، تلاقي الـ result بتاعك طالع بـ 93. تمام تمام. وبعدين حضرتك كده جبت ال A 17 وال L، ما هي دي نهايتك، ومادام دي نهايتك يبقى دي ال L بتاعتي. ال N بقى، ال N هنا عايز تجمع من اول فين لحد فين؟ عايز اجمع من اول ال T 5 لحد ال T 24. قلنا ان احنا ممكن نشتغل بطريقة اعرف عدد الترم على طول التاني اللي هو 24 ماينس اللي انا اللي هو الاولاني عندي اللي هو ال 5 بلس 1، فتلاقي الانسر بتاعك بيطلع 20. يبقى انت هتجمع 20 تيرمز، يبقى ال n بتاعتي هنا ب 20. خلاص، معايا ال n، معايا ال a، معايا ال l. اروح اشتغل بالفيرست لو، ال s 20 equal 20 over 2، ال a عندي ب 17 بلس ال L عندي ب 93، حط على الكالكوليتور تلاقي الريزلت بتاعتك طالعة 1100. تعال نشوف اللايف ابلكيشن على الدرس ده. هدي لحضرتك كده 2 مينت تقرا الاكزامبل ده وتقول لي فهمت ايه ونحل سوا. تعال
تعال نحل بقى. بيقول لك في أول يناير 2015 كريم راح حط في البنك 120 جنيه، وبعدين كل أول شهر بيروح يحط الفلوس دي ويزود عليها 15 جنيه، يعني بيحط 120 الشهر اللي بعديها يحط 15 جنيه عليهم، فهتبقى 135 جنيه، ده الشهر التاني. والشهر اللي بعديها يحط على 135 دي 15 جنيه، فيبقى 150، وهكذا. تمام. وبعدين هو عايز يحسب لما يجي يروح يحط في الشهر الـ12 بتاعه هيحط في البنك كام، هيودع في البنك كام. طيب مبدئيا كده دي شكل برضو الاريثماتيك سيكونس. ايش عرفني؟ عندك بدايتك لما جيت حطيت الفلوس 120، فيبقى الاي بتاعتي 120 وبيزيد ب15، كل شويه بيزيد ب15، كل شويه بيزيد ب15، صح؟ كل شهر بيزود على الفلوس اللي بيحطها 15، يبقى الدي بتاعتي هنا 15 والاي 120، صح؟ انت عايز ايه؟ عايز التي 12. ايش عرفني ان هي التي 12؟ ما هو شهر ديسمبر عندك في الشهور تي 12، رقمه في الشهور 12. تمام؟ طب ما تروح تجيب التي 12. اجيبه ازاي؟ قال لك التي 12 هي A بلس N ماينس 1 دي، يعني 11 دي معاك الـ A ب 120، 11 ملتبلاي دي اللي هو 50. حط ده على الكالكوليتر تلاقي التي 12 بتاعتك، المبلغ اللي هيحطه في شهر 12. تاني حاجة هو عايزها، بيقول لك عايز يعرف الفلوس اللي هو حطها في خلال ال 12 شهر دول، يعني اخر السنة خالص، عايز يعرف هيبقى معاه قد ايه. تمام. تمام. حضرتك هنا عندك الدي 15 والاي اول رقم حطيته 120، الان هنا بكام؟ عدد الشهور بتاعتك اللي هي 12. تمام. معاك الاي والدي والان، هشتغل بالسكند لو، يبقى اس 12 ايكوال 12 اوفر 2 2 ملتبلاي الـ A اللي هي 120 بلس 11 ملتبلاي الـ D بتاعتي اللي هي 15. روح حط ده على الكالكوليتور تلاقي الريزلت بتاعك يديك 2430 LE، يبقى الفلوس اللي هتبقى معايا في آخر السنة المبلغ ده. كده احنا الحمد لله خلصنا، وده الهوم ورك بتاعك. أي استفسار تواصل معايا، ربنا يوفقك. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family.